أحبائنا المشاهدين، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ردود كتابية على أكاذيب شيطانية. وموضوعنا الحق الباتر للرد على أكاذيب ديداد. وزي ما تعودنا في بداية كل حلقة أن احنا بنعرض أحد الفيديوهات للشيخ أحمد ديداد اللي بيتناول في إيماننا المسيحي واقتباسه لبعض الآيات من الإنجيل ومحاولة تفسيره بطريقة خاصة جدا تتنافى وتتعارض مع حقيقة إيماننا المسيحي. أيضا بيستخدم أسلوب الحيل أو أسلوب التفسير الخاص، وبعتذر وبقول أنه يستخدم بعض الأكاذيب وترويج الأكاذيب أثناء محاولة تفسيره لحقائقنا الإيمانية. إحنا بنحب نسمع الفيديو والشيخ ديداد بيقول إيه، وبعد كده بنرد عليه وبنقدم الرد بالحق الكتابي كما دونه الروح القدس في كلمة الله. خلونا نشوف الفيديو. كما تعلمون فإن الروح القدس في فكر المسيحي هو أنه واحد من ثالوث، والمسيحي يقول إن الأب إله والابن إله والروح القدس إله، ولكنهم ليسوا ثلاثة آلهة بل إله واحد. وفي تعاليمه الدينية يستطرد ويقول إن الأب هو العظيم والابن هو العظيم والروح القدس هو العظيم، ولكنهم ليسوا الثلاثة العظماء بل العظيم الواحد. ويستطرد فيقول الأب شخص والابن شخص والروح القدس شخص. هذا ما يقوله الأخ سواجر في كتابه، شخص وشخص وشخص، ولكنهم ليسوا ثلاثة أشخاص بل شخص واحد. وإن أتساءل بأي لغة تتحدث، قول للأخ سواجر أنت وأخواك لنفترض أنكم ثلاثة توائم متشابهة وأننا لا نستطيع التمييز بينكم الثلاثة، فأنتم متطابقون تماما، فإذا اقترف أحدكم جريمة قتل هل يمكن أن نشرق الآخر؟ جوابك كلا. ولماذا لا يشنى؟ فتقول لي إنه شخص آخر، فأوافقك على هذا، ولكن ما الذي يجعله مختلفا؟ شخصيته المستقلة. ولذلك فالأب، تعرفون التخيل، العقل البشري عاجز أمامه، فحينما نستخدم الكلمات فإنها تستدعي صورا ذهنية، فأنت حين تقول باسم الأب تتراءى لك صورة ذهنية معينة عن ذلك العجوز سانتا كلوز الأضخم ملايين ملايين المرات من الرجل العادي، لكنه أشبه برجل جالسا على كوكب، الأرض قاعدته والسماء أريكته، هذا هو الأب السماوي المحب. وحين تقول الإله الإب فيما تفكر؟ إنك تفكر في شاب وسيم بشعر أشقر أزرق العينين وسيم الملامح، أشبه ما يكون بأبطال أفلام ملك الملوك ويسوع الناصرة ويوم النصر، حيث مثل جيفري هنتر دور شاب وسيم. هذا هو الابن. وبالنسبة للروح القدس فإنه أشبه بالحمامة التي حلقت حين عمد يوحنا المعمداني عيسى في نهر الأردن، أو أشبه بلهب النار. الصورة ليست واضحة تماما ولكنها موجودة، فلديكم ثلاث صور ذهنية مختلفة، ومهما حاولتم فلن تتطابق هذه الصور الثلاث في صورة واحدة. سيكون في ذهنكم دائما ثلاث صور، ولكن حين أسألكم كم صورة ترون تقولون واحدة وتكذبون علي. أنا بعتقد أن المشكلة عند الشيخ أحمد ديداد والمشكلة عند إخواتنا المسلمين مش المشكلة في الكتاب المقدس أو حقيقة إيماننا في الكتاب المقدس. الحاجة الأولى للشيخ أحمد ديداد، أولا، هل كاتب القرآن فهم حقيقي وصحيح للثالوث المسيحي، أم كانت لديه مشكلة كما هي المشكلة التي لدى الشيخ أحمد ديداد؟ أنا حابب الأول أقدم ماذا قال القرآن عن الثالوث، وأعرض أن هناك مشكلة كبيرة من الأساس عند كاتب القرآن في فهمه للثالوث. في سورة النساء 171 يقول كده: لا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله واحد. سورة المائدة 72: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. سورة المائدة 116: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. سورة الزخرف 81: قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين. زمر 4:
لو أراد الرحمن أو لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. إذن هناك إشكالية كبيرة جدا لدى القرآن في فهمه لحقيقة الإيمان المسيحي. الإشكالية الأولى أن القرآن تصور أن المسيحيين يؤمنون بثلاث آلهة، وهذا أمر منافي تماما لحقيقة إيمان المسيح. سبق وعرضنا في أحد الحلقات وقدمنا أدلة كثيرة جدا عبر الكتاب المقدس كله بعهديه، سواء من القديم أو الجديد، يتكلم أننا نؤمن بالله واحد. يقول كده: لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة كأن الله واحد من ثلاثة. هذا إيمان منافي تماما، يتعارض تماما مع حقيقة إيمان المسيح. يبقى المشكلة عند كاتب القرآن، مش المشكلة عندنا في الإنجيل. الفكرة الثانية اللي قدمها القرآن: إذ قال الله يا عيسى أنت قلت، يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يعني المسيح إله منفصل، إنسان ألهناه، مريم إنسان ألهناها، إله منفصل، والله يعني ثلاث آلهة منفصلين منعزلين تماما، كله بشخصيته المستقلة المنفصلة المنعزلة بذات وجوهر مستقل. هذا الكلام يتنافى تماما ويتعارض تماما مع إيماننا المسيحي، مع الإنجيل، مع المنطق أيضا. الحقيقة الثالثة: قل إن كان للرحمن ولدا. استخدام تعبير ولد، لو أراد الله أن يتخذ ولد، كأنه القرآن برضو بفهم خاطئ، كأنه يتهمنا أن احنا يعني حاشا طبعا أن المسيح هو ابن الله بمفهوم ولادة جسدية نتيجة لعلاقة جسدية ما بين الله والعذراء. هذا الكلام منافي تماما، يتعارض تماما مع حقيقة إيماننا المسيحي. إذن الثالوث الذي قصده القرآن لم يكن على الإطلاق في الإنجيل، لم يأتي في الإنجيل، ليس هو مطابق لحقيقة إيماننا المسيحي. نرجع للشبهة اللي قدمها أو الفكرة اللي قدمها الشيخ أحمد ديداد، اللي بتدل دلالة قطعية على أن هناك سوء فهم، وهناك يعني اسمحوا لي أن أقول جهل شديد جدا في فهم الشيخ أحمد ديداد. لا أعلم عن قصد أو عن غير قصد، الله يعلم بالنوايا، لكنه يجهل جهلا تاما حقيقة إيمان المسيح عندما قال ثلاث توائم، شخص وشخص وشخص، واحد عمل جريمة، هل هتحبسه ثلاثة أو هتقوله ثلاثة واحد؟ لا، لو جيت على واحد هيقولك مش أنا اللي عملتها، ده أخويا. أنت بتتكلم هنا عن أشخاص منعزلة مستقلة. ولما أتكلم عن الصور الذهنية اللي بتيجي للشخص، إحنا ما عندناش صور ذهنية لشخص عجوز سانتا كلوز، ولا لممثل جميل، ولا الحمامة، ما عندناش الكلام ده. هي المشكلة عندك يا شيخ أحمد ديدا، لكن نحن نؤمن بإله واحد. هذا الإله واحد هو قائم بذاته، اللي هو الله الآب، اللي هو منه كل شيء، خالق كل شيء، مصدر كل شيء، ناطق بكلمته. شفنا في حلقة سابقة أن المسيح هو كلمة الله، وشفنا معنى الكلمة في إنجيل يوحنا. الكلمة تعني لوغس، لوغس يعني نطق الله، عقل الله الناطق، لوغس يعني العقل المدبر، العقل الخالق. وهذا يدل على أذلية ولاهوت الكلمة، والكلمة صار بشرا أو صار جسدا. ده التجسد اللي بنؤمن به، أن الله بكلمته، الله باللاهوته جاء في المسيح مع وجود الله الذي يحوي الوجود والزمان، والله حي بروحه. فالله قائم بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه. لا نؤمن بثلاث أشخاص منفصلين. نؤمن أن الروح القدس إله، نعم، عندما نتكلم عن الروح القدس فهو روح الله إله. نؤمن أن المسيح هو الله، نعم، لأن المسيح هو كلمة الله الأذل. عندما نتكلم عن المسيح نؤمن أن الآب هو الله، نعم، الآب هو الله، لأنه منه وله كل الأشياء، لأن الآب هو الله. لكن لا نؤمن بوجود ثلاث آلهة. هذا التفسير دلال ويدل على أنه إما عن قصد أو عن غير قصد، هناك مشكلة في فهم الشيخ أحمد ديداد وكتير جدا من أحبائنا المسلمين لحقيقة الثالوث. إيه هو الثالوث؟ ده اللي بنعمة الرب هنتابعه في الحلقة القادمة بنعمة الرب، من ردود كتابية على أكاذيب شيطانية، الحق الباتر للرد على أكاذيب ديداد. تابعونا في الحلقة القادمة، والرب معكم.